بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. الحقيقه النهارده يوم مميز على كل مصر بكل طوائفها، بكل يعني الاسر، على مستوى الاسره. النهارده هو عيد الام. الحقيقه الام زي ما تعودنا او تربينا، الام هي عمود البيت، الام هي نص المجتمع. مش هكون يعني مبالغ لو قلت والله كمان اكتر من نص المجتمع. الام هي السبب في كل اللي احنا وصلنا له. عايز اقول كمان ان الام هي اللي بتكبر وبتربي وبتلبس، وعلى مستوى الرياضيين كمان بتمرن. تخش الماتش تقعد تدعي لك بره ان ربنا ينصرك ويوفقك ويبيض وشك. الام اللي انت بتبقى نايم وهي على سجاده الصلاه بتدعي لك ان ربنا يكرمك عشان تكسب وينصرك. الام الحقيقه كل ده بتعمله بدون مقابل، عطاء وحنان وغير يعني بدون مقابل وغير منتهي، يعني زي ما بتقولوا نهر من الحنان. خليني اقول لحضراتكم كمان ان الام هي حجر الاساس في البيت. كلنا واحنا داخلين البيوت واحنا صغيرين، حتى لما كنا بنيجي من المدرسه او نرجع من التمرين او رايحين التمرين، هي فين ماما؟ والحقيقه الكلمه دي كان دايما واحنا صغيرين مرتبطين، ولو في حد نجح صدقوني 99.9% من نجاحه بيكون الام. الحقيقه النهارده في البدايه وقبل ما تتطرق طبعا لضيوفنا ونماذجنا من الامهات النهارده، لان النهارده يوم كبير جدا بنحتفل به بالامهات ونماذج من امهات الرياضيات. بس في البدايه بحب اقول للاستاذه عزه حافظ رئيس التحرير البرنامج، كل سنه وحضرتك طيبه، هي ام هذا البرنامج. الحقيقه الاستاذه عزه حافظ يمكن ما بتظهرش على الشاشات، ولكن دورها كبير جدا 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 في هذا البرنامج، يمكن ليها فيه اكتر من اي حد تاني. استاذ عزه حافظ كانت هي رئيسه التحرير منذ بدايه هذا البرنامج، وكان بيقدمه طبعا الكابتن الكبير جوهر نبيل، وكان اسمه تايم اوت سنه 2008 او 2009 كانت هي رئيسه التحرير. وعايز اقول كمان انه هي اللي ربت البرنامج على ايديها، واحنا اتعلمنا منها. بقول لك يا استاذ عزه كل سنه وحضرتك طيبه. استاذ عزه اللي ما يعرفهاش 65 سنه، ربنا يديها الصحة، وما زالت تعمل بجد واجتهاد ما شاء الله كأنها يعني في العشرينات، وهي كده على فكرة، يعني نتعامل معاها قلبها الطيب ووشها البشوش ما نديهاش أكتر من 20 سنة. كل سنة وحضرتك طيبة أستاذ عزة، وأتمنى لحضرتك كل التوفيق ودائما أبدا في ظهر هذا البرنامج يا أستاذ عزة، ويديك الصحة وتقدري على هذا العطاء العمر كله. خلينا نروح لحلقتنا. عندنا النهاردة نموذجين يعني في يعني انتوا هتنبهروا بيهم الحقيقه. والنموذجين دول اثبتوا مش لينا، للعالم كله، ان الامومه والزواج على ايد الست المصريه ولا حاجه. النهارده هيكون معانا بطله بارالمبيه من اصحاب الهمم، لاعبه رفع الاثقال مصريه، فاطمه عمر. فاطمه عمر واخده 5 ميداليات بارالمبية. خليني بس اقول لحضراتكم ان في اولمبيات بتبقى اللي بتبقى طوكيو دي بيبقى الاثنين، في اولمبيات للاسويه وفي اولمبيات لاصحاب الهمم البارالمبية. هي اسمها كده عشان الناس ممكن تسال ايه البارالمبية وايه الفرق بينها وبين الاولمبيه. احنا بنتكلم المشاهد اللي يمكن اول مره يشوفنا. خدت 5 ميداليات، 4 ذهب 1 فضه. خدت احسن رياضيه على مستوى العالم كذا مره. ام لطفلتين. وحتى الان هي رايحه ان شاء الله ريو دي جانيرو اللي جايه في طوكيو. هي اخر حاجه ريو دي جانيرو كانت 2016 على ما اتذكر، وخدت فيها فضه. وعلى فكره هي خدت فضه نتيجه خطا ما اداري، وليس ان هي مش قادره تشيل وزن او وزنها قل، لا خالص، هي كانت تقدر تاخد ذهب برضه. وعشان كده هو ده اللي خلاها تتمسك الاربع سنين دول وتقول لا انا هلعب كمان طوكيو اللي جايه. يعني ريو دي جانيرو خدت فضه، طوكيو اللي جايه مرشحه ومرشحه بقوه تاخد ذهب. ابهرت العالم كله مش بس مصر، يمكن مهضوم حقها في الاعلام. فاطمه عمر هتكون ضيفتنا النهارده عشان نقول لها كأم الاول كل سنه وانت طيبه، ونحتفل بيها ونحتفل بانجازاتها عشان نوري للعالم كله ان السيده المصريه والام المصريه هي سبب اللي وصلت له الدوله المصريه من اي نجاح على مر العصور. وشفنا النهارده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والنهارده بيوجه خطابه للمراه المصريه وبيختص الام كمان بخطابه، قد ايه بيرجع ليها الفضل في امور كتيره جدا جدا. والدولة المصرية في الوقت ده أو الوقت الراهن
بتعطي للمرأة حقوق يعني غير مسبوقة. وشفنا النهاردة سيادة الرئيس هو بيقول إن عايز المرأة تكون في كل مراكز اتخاذ القرار، لأن الأم المصرية أو السيدة المصرية اللي بتاخد قرار في بيتها يعني بتقدر تدبر أمورها، تقدر تدبر دولة بالكامل. خلينا أقول لحضراتكم كمان معانا النهاردة كابتن غادة حسام حارس مرمى النادي الأهلي لكرة اليد، واللي كان ليها سبب كبير إن احنا حصلنا على كأس مصر منذ أيام ضد نادي الزمالك. هي أم، وطبعا حارس مرمى تاريخي في كرة اليد مش بس في النادي الأهلي ولكن في مصر كلها، وما عطلهاش إنها تكون زوجة وأم لطفلين إن هي تبقى رياضية ناجحة. هو ده اللي بقول لكم إن الأم المصرية ليها دور كبير جدا جدا جدا، وما بيتعطلهاش أبدا أمومتها، بالعكس بتبقى دافع ليها، بنشوفها أم عاملة في كل مجال. وفي رموز تانية خليني أقولها لكم، إحنا طبعا عايزين حلقات وحلقات عشان نقولها، ولكن هنستعرض بعض الرموز. الأبرز فريدة عثمان وهانيا مورو في السباحة، عندنا هداية ملاك في التايكوندو بطلة مصر الذهبية طبعا، وعندنا نور الشربيني ورنيم الوليلي في الاسكواش، عندنا جيانا فاروق في الكاراتيه ودينا مشرف في تنس الطاولة، عندنا هنا جودة كمان في تنس الطاولة، ميار الشريف في التنس الأرضي، وهادية حسني في الريشة الطايرة، وآية مدني في الخماسي الحديث، وآخر اتنين دول نجحوا في إنهم يكونوا اللي هم طبعا هادية حسني وآية مدني نجحوا يكونوا نائبات في مجلس النواب، يعني ليهم دور في رسم الحياة السياسية والتشريعية في مصر. الحقيقة لو حبينا نتكلم عن دور المرأة والأم في الرياضة احنا عايزين سطور يعني، وعايزين حلقات وحلقات، لأنه الحقيقة الأم المصرية مش بس هي اللي بتربي وتكبر، بتحضر التمرين مع أولادها، بتقف وراهم، بتفضل مستمرة في دعمها لغاية ما تشوفهم أبطال، وحتى لو ما بقاش بطل بتقف وراه في مجالات الحياة. الواحد من غير أمه الحقيقة بيخسر كتير، وطبعا ما يفوتنيش إن احنا نترحم ونطلب الرحمة والمغفرة لكل أم يعني فرقت الحياة وانتقلت إلى الدار الآخرة، إن احنا نطلب لها الرحمة والهداية بقدر ما هي أدت لأولادها، بقدر ما هي أدت لهذا المجتمع إن يطلع نشأ صالح. طيب أعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وهرجع لحضراتكم عشان نستقبل طبعا ضيوفنا زي ما قلت لحضراتكم فاطمة عمر نجمة مصر الذهبية وأيضا غادة حسام، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. في البداية برحب طبعا بنجمتنا كابتن فاطمة عمر نجمة الذهب، أهلا بك يا كابتن. أهلا وسهلا أستاذ أنس، وكل سنة وحضرتك طيبة، النهاردة عيد الأم. حضرتك طيب. كابتن احنا كنا عملنا تقرير كده عن رحلتك وعطائك في الرياضة، خلينا نشوفه ونرجع نتكلم مع بعض. أعزائي المشاهدين عملنا تقرير كده عشان نعرفكم مين فاطمة عمر، بس ركزوا في التقرير ونرجع لبعض تاني. هي صائدة الذهب أو أسطورة رفع الأثقال أو المرأة الحديدية، جميعها ألقاب تطلق على فاطمة عمر أيقونة رفع الأثقال البارالمبية عالميا وعربيا. تعتبر فاطمة عمر واحدة من أشهر لاعبات رفع الأثقال ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى العالم، فهي صاحبة 5 ميداليات بارالمبية منها 4 ذهبيات وفضية. ولم يكن تألق البطلة المصرية في منافسات الدورات البارالمبية فقط، ولكن في رصيدها ذهب بطولات العالم وبطولات إفريقيا وأيضا بطولة دولية متنوعة مثل بطولة فزاع، كما تم اختيارها أكثر من مرة كأفضل لاعبة رفع أثقال على مستوى العالم من قبل اللجنة البارالمبية الدولية، وأيضا حصلت على وسام الجمهورية 3 مرات. بدأت فاطمة عمر مسيرتها مع رفع الأثقال عام 1994 لتسطر بعد ذلك تاريخا طويلا من العطاء والإنجازات، واستطاعت وقتها تحقيق بطولة الجمهورية، ثم بعد ذلك انطلقت إلى العالمية لتشارك في بطولة أوروبا المفتوحة بسلوفاكيا عام 1997 وتحقق الذهب وتكسر الرقم العالمي بثقل وزنه 100 كيلوغرام، ولم تنتظر طويلا لتضيف ميدالية جديدة، وهذه المرة في بطولة العالم في دبي عام 1998 حيث حققت الميدالية الذهبية. واستمرت عمر في طريقها ليأتي الحدث الذي ينتظره جميع الرياضيين، وهي دورة الألعاب الأولمبية سيدني عام 2000، وتشارك فاطمة عمر في هذه الدورة وتحقق الميدالية الذهبية،
لتبدأ تاريخا طويلا مع الميداليات البارالمبية. ومنذ مشاركتها في دورة سيدني عام 2000 لم تغب فاطمة عمر من على منصات التتويج في 5 دورات متتالية، حيث حققت الذهب في أولمبياد أثينا 2004 والذهب في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012، واستطاعت وقتها تحطيم الرقمين البارالمبي والعالمي في وزن 56 كيلوغرام برفع ثقل 143 كيلوغرام. كما شاركت البطلة المصرية في منافسات دورة ريو دي جانيرو 2016 وحققت الميدالية الفضية، ووقتها أبدت فاطمة حزنها لأنها لم تحقق الذهب، وهو الدافع الذي جعل لديها الإصرار للاستمرار والمشاركة في منافسات الدورة الأولمبية القادمة بطوكيو لتحقيق الذهب. اختيرت فاطمة عمر كأفضل لاعبة في العالم أكثر من مرة، كما تصدرت التصنيف العالمي لوزن 61 كيلوغرام لسنوات طويلة حتى عام 2016، وحالياً تحتل المركز الثاني. وتستعد البطلة المصرية حالياً للمشاركة في منافسات الدورة البارالمبية بطوكيو الصيف المقبل بطموح خاص، وهو العودة إلى الذهب بعد فضية ريو دي جانيرو، لتثبت فاطمة عمر أنها أيقونة مصرية على مر العصور. فاطمة يعني مشوار يعني يفتخر بيه البلد كلها مش انت بس. ربنا يخليك يا كابتن. يعني عايز اقول لك انه يعني لما العالم كله بيكون بيتكلم عنك كده ويكون حاطك في المكانه دي، فانت بتمثلي المراه المصريه بجد عن حق. الحمد لله. طيب خليني اقول، يمكن وانت بتتفرجي قلت ان رئيس الاتحاد الدولي ليه فضل كبير عليكي. هو للاسف هو مش ليه فضل، هو كان السبب ان هو ضيع عليا الميداليه الذهبيه فعلا في ريو. يعني هو ضيع عليك الميداليه. ان هو خالف كل القوانين. احكي لنا الكواليس. طب احكي لنا ايه اللي حصل. هو المفروض احنا كلاعبي رفع اثقال كل واحد فينا ليه 3 محاولات، فانا طبعا معايا منافسه قويه جدا اللي هي المنافسه النيجيريه، ويمكن دايما بيبقى الحسم بيني وبينها في الاخر. يعني هي بقى لها 16 سنه ما بتعرفش تكسبني. هو مستواها قريب من مستوايا، بس انا الحمد لله عندي الخبره اللي تخليني اكسبها يعني. فجي عملنا كل المحاولات بتاعتنا وخلاص، فاضل على المحاوله الفيصل بيني وبينها، فالمفروض ان هي هتخش 142 وخلاص، هي خلصت كل التغييرات بتاعتها وانا عندي تغيير، فحطيت 143 عشان اكسبها، لان انا كان وزن جسمي اعلى منها بجرامات يعني. ولازم تجيبي وزن اعلى. فبعد ما حطيت التغيير وبالفعل لجنه الجوري قبلت التغيير وتحط على الستارت ليست وندهوا عليها عشان تخشوا وعلقوا البار 142 ليها. راحوا مرجعين كل حاجه تاني زي ما كانت، وحطوا لي التغيير اللي قبل ال 143 اللي هو ال 140 التغيير الاولاني. وخدوني انا وطلعوني على الستيج وعشان العب انا المحاوله، وضيع عليا بالفعل يعني. لما جينا اعترضنا بعد كده قال ان المدرب بتاعي يعني اتاخر ثواني عن تمليه المحاوله. طبعا ده كلام مش صحيح، ان هو حتى لو حصل كده وحكم الجوري خدها، المفروض ان هو ما ينفذش يعني ما يعاقبش الحكم داخل المباراه. المفروض بيبقى في لجنه جوري بقى بعد كده بره وحكام يعني يقول له ان هو غلط، لكن ما بتبقاش في الماتش نفسه يعني. مش في اللاعب، ما يبقاش هو اللي بيدفع الثمن هو اللاعب، انما للاسف هو ده اتعمل. تمام. عشان ومصر الحمد لله يعني قدمنا فيه شكوى بعد المباراه، والحمد لله هو كان يعني المباراه الثانيه هو اتشال بالفعل. سبحان الله. بس بصي يعني ده يمكن هيبقى دافع ليكي قوي عشان ريو دي طوكيو طبعا اللي جايه ان شاء الله. وكنا قبل الحلقه بتقولي لي انا جيت النهارده يعني باعجوبه. لا قولي لي بقى الكواليس، قولي للساده المشاهدين. انا الحمد لله في المعسكر مغلق عشان بنستعد ان شاء الله لبطوله جورجيا، دي اخر بطوله مؤهله للاولمبياد. وكان عندي تجارب شهريه بعد بكره، فالمفروض ان انا اقعد ارتاح يعني عشان اعمل حاجه كويسه. فزوجي قال لي لا بصي انا ما تلعبيش التجارب بس تروحي الحلقه في نادي الاهلي، هو بصراحه من عشاق النادي الاهلي يعني. طبعا انا جيت عشان اعرف اروح البيت. بنشكره طبعا ونوجه له التحيه. بس
انت قلت لي انه بيلعب رفع اثقال برضه. هو كان لاعب رفع اثقال قبل مني كمان، واحنا اتعرفنا على بعض من المجال، بس هو طبعا بعد الجواز فضل شغله على الرياضه وتفرغ لي انا بقى يعني. هو قال لي الحمد لله انت وصلتي للعالميه وفصلتي المكانه، ان ما ينفعش اقول لك اقعدي في البيت، فانا وراكي وهبقى سبورت لنجاحك طول ما انت عايزه تكملي يعني. يعني وراء كل امراه عظيمه رجل عظيم. رجل عظيم. يعني دي حقيقه برضه. ده حقيقه. يعني العكس صحيح. الحمد لله كسبنا كرجاله كمان. طيب قولي لي، يعني انت برضه اكيد انت يعني كأم طبعا، خلينا النهارده عيد الام واحنا بنقول لك كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب. وكل امهات مصر طيبين. انت ام لطفلتين، واكيد ده يعني باللي انت وصلتي له ما عطلكيش، يعني احنا لينا نتائج. قولي لي بقيتي ام من امتى واتجوزتي امتى، وكلمينا عن رحله عطائك. انا اتجوزت بعد بطوله العالم في 2002، كانت في ماليزيا بعد اولمبياد سيدني على طول. ما شاء الله انت متجوزه من كمان من فتره. اتجوزت والحمد لله انجبت بنت شهدي الكبيره في 2003، والحمد لله انا صممت في شهد ان هي ما تترباش بعيد عني، وكان رئيس الاتحاد في الوقت ده دكتور نبيه سالم، وطلبت منه طلب شخصي ان هي تبقى معايا في المعسكر لو انتوا حابين ان انا اكمل يعني. فكان صعب جدا ان هي تبقى معايا في المعسكر عشان هي بيبي وده معسكر لعيبه وكده، فيعني هو طبعا وافق عشان يرضيني يعني طبعا. فهي كانت اول بيبي تخش القريه الاولمبيه فعلا. خدت تروح التمرين ومعاكي بيبي وانا معسكره بيها يعني، قاعده معايا في المعسكر. الله. دخلت 6 شهور خرجت من المعسكر عندها 6 سنين على المدرسه. معسكرات في معسكرات في سفريات، بس كانت معاكي. طب لما كنت بتسافري برا مصر؟ كنت بسيبها بقى مع اختي، مع بنت اختي كده، مع عمتها يعني. طب ده مع شاهد، مع ليلى عملتي ايه؟ ليلى كان نفس الوضع. كان نفس الوضع برضه. نفس الوضع. طب انت كنت بتبقى معاكي ليلى لغايه سن معين، وشاهد كنت بتسيبيها كبرت بقى بتهيألي شاهد. كانت كبرت. الفرق بين شاهد وليلى قد ايه؟ 8 سنين. 8 سنين. بقى فتره بتهيألي كافيه، كانت شاهد كبرت وبقت تمشي ومسؤول عن نفسها شويه. شاهد طول عمري انا مشايلها المسؤوليه معايا. طبعا البنت الكبيره بتبقى طبعا. بس خلينا اقول يعني اكيد انت قابلتك في حياتك في الرياضيه ومسيرتك اشاده عالميه، يعني اكيد كنت بتروح اي مكان بيبقى فيه اختاروكي طبعا احسن يعني لاعبه رفع اثقال برلمبيه على مستوى العالم اكتر من مره، وكمان وسام الجمهوريه 3 مرات واخداهم. يعني كلميني عن تقدير اللي حواليك او المجتمعات لك. والله الحمد لله انا حصلت على اعلى التكريمات واعلى الاوسمه، ودي يعني بالنسبه لي دي حاجه تشبع رغبتي ان انا الحمد لله مسيرتي الرياضيه يعني كنت ماشيه فيها على خطى سليمه الحمد لله. طبعا انا كل ما باخد وسام او كل ما بتكرم تكريم ده بيرفع من معنوياتي اكتر واكتر يعني لحد الحمد لله ما خدت احسن لعيبه في العالم ما شاء الله، ودي خدتها اكتر من مره طبعا، مفيش اعلى من كده يعني. صحيح. طب انا عايز منك بس تقولي الو كده. قولي الو. الو. لا الو جامد صوت. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللي جابني هنا كابتن فاطمه بتقول اللي سبب ان انا اجي هنا كابتن عبد النبي طبعا زوج كابتن فاطمه عمر، اهلا بيك. ربنا يبارك لك يا استاذ، ربنا يخليك. اسمح لي طبعا اقول لك يا كابتن، لانه طبعا كابتن فاطمه قالت لنا ان حضرتك كنت لاعب رفع اثقال معتزل، فاسمح لنا نقول لك يا كابتن ونشكرك. ورجع تاني. ورجع تاني. بس سايبني في حالي. طيب برضه رجع تاني. وبنشكرك طبعا ان انت تحت لنا الفرصه ان احنا نستضيف طبعا كابتن فاطمه النهارده معانا، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا يعني. ربنا يبارك لك وشكرا لحضرتك. كلمني بقى عن رحلتك ودعمك لفاطمه، وازاي وقفت في ظهرها سنين طويله، يمكن من 2001 انتوا او 2002 تم الزواج، حتى الان ما شاء الله كل الالقاب اللي خدتها وهي متزوجاك. كلمنا عن دعمك ليها يا فندم. هو يعني الحمد لله انا كنت اتجوزت فاطمه وهي اصلا بطلت، ويعني خدتها بطله والحمد لله استمرينا مع بعض لغايه ما كملت، والحمد لله بطله للنهايه ان شاء الله. ان شاء الله. طب قول لي يعني كلمني عن التفاصيل شويه، يعني لما بيكون عندها معسكر والبنات موجودين في البيت انت بتعمل ايه؟ بتتابعهم ازاي؟ مذاكرتهم، لان دور الام مهم طبعا في البيت. كلمني عن التفاصيل دي. هو التفاصيل دي بكل سلاسه يعني، ان فاطمه حتى لو في المعسكر بتتابع الاولاد في البيت، بتتابع المذاكره بتاعتهم عن طريق التليفون، وطبعا لما بتخرج من المعسكر اذا كان اربع ولا خميس ولا جمعه طبعا بتبقى قاعده معاهم وبتراجع معاهم الدروس وكل حاجه.
طب قول لي يعني لما بتبقى هي مش قادره تيجي من المعسكر ممكن تاخد البنات وتروح لها ولا ما بيحصلش؟ لا طبعا بيحصل، بنروح نقعد معاها ونقضي اليوم وناكل ونشرب مع بعض ونقعد مع بعض وبيبقى يوم لذيذ يعني الصراحه، ده انا لما اكون معسكر مغلق خالص. طب قول لي برضو انت اكيد في مسيره فاطمه يعني اكيد في لحظات انت فخور بيها او انت ما تنساهاش، ايه اللحظات دي يا استاذ عبد النبي؟ والله لحظات لما بترفع علم مصر في وسط الدول الاوروبيه وفي وسط جميع العالم، ده بيبقى فخر ليا وفخر لجميع المسلمين والمصريين طبعا. طب فاطمه قالت لنا ان انت اهلاوي جامد. انا الحمد لله طبعا الاسره كلها عامه اهلاويه من الدرجه الاولى. ايوه كده. طيب وعرفت برضو ان النهارده كان يعني كان بالامر لازم ان شاء الله تكون في قناه النادي الاهلي. لا هو طبعا مش بالامر قوي طبعا، هي طبعا اهلاويه برضو زي، وطبعا لما جه البرنامج بتاع حضرتك فرحنا جدا 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 بحاجه زي كده، لان دي حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لنا، ان تسمح لي ان اقول لك ده لقاء السحاب ما بين قناه الاهلي بطل القرن في كره القدم ولقاء الكابتن فاطمه عمر اسطوره القرن في رفع الاثقال مع وقيم. والله احنا لينا الشرف، يعني عايز اقول لك والله فاطمه على راسنا من فوق لينا الشرف. يعني بجد انها مشرفانا، وعلى فكره احنا كنا بنخطط لهذا اللقاء من فتره طويله يمكن من ثالث او رابع حلقه واحنا نفسنا كابتن فاطمه تكون معانا. طب كابتن عبد النبي ما تخلي شاهد وليلى يقولوا لمامتهم كل سنه طيبه على شاشه قناه الاهلي، هم جنبك انا عارف. معاك شاهد اهيت مع حضرتك. شاهد ازيك؟ زي حضرتك تمام. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ماما سامعاك يا وليلى كل سنه وهي طيبه. طبعا احلى ام في الدنيا واطيب ام وتعبت عشاننا كتير جامد، عشان كده ربنا رزعها بحته عسليه كده في 2003. حبيبتي يا شوشو. طب وقولي لي يعني انت بتبقي فرحانه بماما لما تاخد بطولات يا شاهد؟ طبعا طبعا، يعني كل الناس تدخل تقول لي يعني احنا مش مصدقين ان احنا بنقعد معاها وبنكلمها وهي عظيمه كده. يعني ماما مسك الاعلى يا شاهد ولا لا؟ اكيد. طيب ولما ماما بتغيب بتقومي بدورها وبتخلي بالك من ليلى وكده؟ يعني خلي بالك برضو انت في يوم من الايام هتبقي ام، فانت اكيد معاك يا شاهد. انت بتخلي بالك من اختك وماما في المعسكرات؟ اه. طيب قولي لي انت في ثانويه عامه صح؟ بس بحاول يعني. بتحاولي؟ طيب بتقول لك اظن المحاوله مع الام هي كده. والله انا بشكرها شاهد على الهوا بجد، قايمه بدوري في البيت، ويعني انا مش حاسه بقلق وانا قاعده في المعسكر وهي في البيت مع اختها وباباها، فان شاء الله ربنا يكرمها السنه دي وتخش الكليه اللي هي نفسها فيها يا رب. سامعه يا شاهد الدعوه دي على الهوا كده برضو، ماما ما نسيتش تدعي لك. هتغرق. طب شاهد خلي ليلى تكلمنا كمان عشان نسمع صوتها وتقول لماما كل سنه وهي طيبه. مساء الخير. مساء الخير يا ليلى، ازيك؟ الحمد لله. كام سنه يا ليلى؟ 10. 10. طيب ماما معاك قولي لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام. يلا. انا ماما قلت طبعا لماما يعني الكلمه دي شكه فيها عشان ماما طبعا بطله كبيره، بس كل سنه وانت طيبه، وانا فرحانه قوي ان يعني ماما انا متشرفه، لان انا في المدرسه اصحابي بيقعدوا يقولوا لي احنا بنتمنى نكون مكانك، يعني في كل يوم انت بتعيشيه، فبجد انا حابه ماما، حابه بطولتها وان هي تاخد البطوله الذهب، قصدي الميداليه الذهب في البطوله الجايه ان شاء الله. طب حبيبتي يا لولو. ماما عايزه تقول لك حاجه يا ليلى، قولي يا حبيبتي يا لولو. انت قلبي والله، يعني ليلى دايما على طول كده محسساني بالفخر. لا هي جميله وعايزه اقول يعني وليلى، طب قولي لي انت لما تكبري نفسك تكوني ايه؟ انا يعني نفسي اكون زي ماما، هي اللي ماما عايزاه انا لازم اكون عليه. يا حبيبتي اللي ماما عايزاه واللي ماما عايزاه خلاص، يبقى واكيد ماما بتدعي لك. طب بتدعي لهم بايه يا فاطمه؟ والله انا بدعي لهم يعني ربنا يكون حظهم احلى من حظي كمان ان شاء الله، وان شاء الله يوصلوا لاعلى المناصب. انا حابه ان انا ربنا يكرمني فيهم واشوفهم حاجه كبيره جدا، لان انا بجد انا تعبت معاهم كتير اكيد، فنفسي ربنا يكل تعبي واشوفهم احسن حاجه في الدنيا يعني. اكيد. ليلى انا بشكرك يا ليلى، وان شاء الله يعني دايما كده يعني مفرحه بابا وماما، وان شاء الله نشوفك بطله كبيره انت وشاهد. بشكرك يا ليلى. طيب احنا يعني نطلع لفاصل سريع، يمكن شويه دراما كده وشايفين يعني كابتن فاطمه شويه، نطلع خلينا نطلع فاصل وارجع لحضراتكم تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. فاطمه ده فيديو عمله الاتحاد الدولي عنك، ويعني طبعا كتب عنك انجازاتك تحت،
شفت الفيديو ده قبل كده صح؟ تبقى سعيده لما تلاقي حاجات زي كده؟ طبعا سعادتي طبعا لا توصف لما العالم الخارجي يتكلم عن لعيبه مصريه عربيه. انا ببقى فخوره جدا ان انا عملت لبلدي حاجه، فخوره ان انا شاركت في جزء بسيط من رفع علم بلدي بره. طبعا ده بتبقى سعاده لا توصف للاعب. النهارده كمان كلنا تابعنا كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المراه المصريه ودورها. الحقيقه ده يعني اكيد دافع ليكم، واكيد هيبقى في مزيد من العطاء عشان حتى نرفع اسم الدوله المصريه ان شاء الله باذن أكيد. الله. طب خلينا نروح لحضرتك في حته مهمه، يمكن انا عارف انها بتشغل بال العديد من لاعبي رفع الاثقال او الالعاب الفرديه المكلفه، وهي الرعى. هل انت ليكي راعي؟ للاسف لا. فعلا؟ فعلا. يعني بعد كل العطاء ده والميداليات ده مفيش راعي؟ لا. طيب الاتحاد هو اللي بيصرف عليك صح؟ اه اتحاد اللعبه، بس هي مكلفه الاتحاد برضو موارد مكلفه جدا. يعني لعبه رفع اثقال مكلفه جدا، من اكتر الالعاب مكلفه ماديا. يعني كل الميداليات دي ما شاء الله، يعني بدون راعي، يعني مجهود منك ومجهود من الاتحاد طبعا يشكر عليه، وزاره الشباب طبعا يعني برضو. وزير الشباب طبعا دعم الدوله المصريه، ولكن طبعا وجود راعي بيبقى حاجه، بيبقى ليها يعني حاجه خاصه بيبقى فيها بس احنا ده اكيد بنضم صوتنا لصوتك وبنناشد اكيد طبعا شركات مصر الوطنيه الكبيره، اكيد ممكن بعد حلقتنا دي ان شاء الله يكون في راعي ليكي، لان انت تستحقي كتير. ربنا يخليك. يعني يعني بطله زيك بترفع اسم مصر في المحافل الدوليه لدرجه ان العالم كله، خليني اقول لك انه انت تعلمي جيدا واكيد شفتي ان دول اوروبا بتدي للالعاب البارالمبيه دعم قوي اكتر من الاصحاء كمان. ده احنا حاجات دي شفناها احنا بعينينا، يعني هم بره بيهتموا بذوي الاحتياجات الخاصه اكتر بكتير من الاصحاء، ان هم عندهم يعني عندهم قناعه ان اللاعب البارالمبي بيتعب اكتر من اللاعب الاولمبي. طبعا طبعا. فاكيد بيكرموه احسن تكريم هناك. وطبعا اكيد بيبقى انت بتشوفي ده في البطولات الاولمبيه بالذات. انا الحمد لله اللعيبه الوحيده في افريقيا وفي العرب ويمكن تقريبا في العالم اول مره تحصل، اللي جيلها دعوه من دوله زي اليابان ان انا اروح ادي محاضره للفريق الياباني الاول، محاضره في النجاح، ازاي تحافظ على نجاحك، ازاي انا حافظت على نجاحي في فتره 25 سنه. فدي برضو كانت حاجه بالنسبه لي جميله جدا. يعني اليابان اللي هي بنقول عليها كوكب اليابان بالظبط، انا بجد ما صدقتش ان هم لما بعتوا لي الدعوه ان انا اروح اقدم محاضره ازاي انا فضلت ناجحه 25 سنه من غير ما اخفق ولا مره. انا ما روحت هناك لقيت لنفسي عندهم ميديا ليا انا عمري ما شفتها. الله، ده حقيقه. انا عايز اقول لك انا سعيد جدا. ربنا يخليك. وانت نموذج فعلا للمراه المصريه الناجحه. وخليني اقول لك كمان ان اكيد انت يعني داخله على بطوله طوكيو، وكنت شايفك اول ما جبت سيرتها في الفاصل قلت يا رب. يا رب ايه؟ انا من بعد ريو يعني برضو في يعني حصل عندي برضو حاجه نفسيه ان انا كنت رايحه مؤهله هجيب الميداليه الخمسه الذهب، وده هيبقى ريكورد مش هيتحقق ابدا. فهو طبعا كل شيء ربنا بيبقى كاتبه يعني أكيد الحمد لله. بس من بعدها يعني بحاول أهل نفسي بقى تاني، لا انت بطله وانت اقوى وانت الميداليه لسه في ايدك وكده. فان شاء الله بحاول، انا عاوزه ارضي نفسي الاول قبل ما ارضي اي حد. وخليني اقول لك برضو انه يعني اكيد ده نجنت، انت الفتره اللي فاتت ما ريحتيش اكيد. لا. ده تمرين مستمر. طب لما طوكيو اتاجلت بقت السنه الجايه، ده فرق معاك في اعدادك؟ هو فرق معايا لان انا كنت عندي اصابه والمفروض ان انا كنت هطلع طوكيو بنافس على الميداليه الفضيه برضو. فطبعا الوقت بقى قدامي اكتر ان انا ان شاء الله استعفى من الاصابه بتاعتي ونافس على الذهب بدل الفضه باذن الله. واحنا هنتابعك وندعي لك من قلوبنا، انت تدعي لاولادك وبس، مصر كلها تدعي لك. اعزائي المشاهدين، يعني احنا عاملين تقرير طبعا البرنامج الابطال، بطلات السله والطايره عملوا كده فيديوهات قصيره بيهنوا طبعا امهاتهم ويقولوا لهم كل سنه وانتم طيبين. خلينا نشوف التقرير ده او نشوف الفيديو ده وارجع لحضراتكم تاني. كل سنه وانت طيبه يا ماما، كل عيد ام وكل امهات بخير، وكل عيد ام وامي بخير يا رب. كل سنه وامي طيبه ويا رب يخليها ليا كده يا رب، وكل سنه وكل ام طيبه ويا رب يخليها لنا لان هي اهم حاجه في الدنيا. كل سنة وكل أمهات مصر طيبين، ربنا يبارك لنا فيهم ويطول في عمرهم ويفضلوا راضين عننا على طول.
كل عيد أم وكل أم مصرية طيبة. كل سنة وكل الأمهات بخير وكل سنة وإنتي طيبة يا ماما. أحب أقول في عيد الأم كل سنة مامتي طيبة وكل الأمهات بخير وطيبين. كل سنة أمهات مصر والنادي الأهلي طيبين وبخير وكل سنة وإنتي طيبة يا ماما وعيد سعيد عليكم. كل سنة وكل أم طيبة وكل سنة وكل أم بخير. كل سنة وحضرتك طيبة يا ماما وربنا يخليكي لينا. كل سنة وكل الأمهات بخير وسعادة يا رب ويحققوا كل اللي نفسهم فيه وكل سنة وأمي بخير ودايما معايا إن شاء الله. يعني يمكن بتبقى لطيفة جدا، بتبقى حاجة حلوة كده إنه طبعا الرياضيين يجي يوم يتذكروا الأم. طبعا الأم ما تتنسيش أبدا، ولكن بيجي يوم كده أكيد في السنة نحتفل بيها كلنا، وده كان حاجة عملوها خصيصا لبرنامج الأبطال. بتسمح لي أنا كمان إن أنا أقول لوالدتي كل سنة وأنت طيبة ويا رب دايما في حياتي ويا رب دايما كده بدعواتك بنجح وبوصل لأعلى حاجة في الدنيا. خلينا أقول اللي أنت فيه ده أكيد والدتك ليها أكيد فيه طبعا كتير. أكيد. طب هي يعني برضو خلينا أتكلم، ده أنت فتحتي حتة كويسة جدا، يعني خلينا أتكلم في طفولتك. والدتك عملت معاك إيه خاصة أنه كان أكيد في معوقات بتقابلك؟ أكيد ماما بجد يعني ماما كرست حياتها ليا من بعد ما الحمد لله يعني ربنا أمن عليا. على فكرة يعني أنا دايما بقول ربنا أمن عليا بالإعاقة والله. آه ان لولاها انا ما كنتش في المكان اللي انا فيها دلوقتي. طبعا من بعد ما ربنا امن عليا بيها هي تعبت معايا جدا جدا وما كانتش بتيأس ابدا. يعني اي حد يقول لها في دكتور كويس هنا تروح توديني والله. هنا في مستشفى كويسه تروح توديني. سابت كل حياتها، اهملت اخواتي، اهملت بيتها، كل ده عشان تشوفني في لحظه واقفه على رجلي. فطبعا ده انا مهما شكرتها مش عارفه اشكرها يعني. واحنا بنشكرها معاكي لان ام سلمت ام عظيمه زيك، وهم هي عظيمه سلمتك، وانت بتسلمي بناتك هيبقوا في يوم من الايام امهات عظيمات كمان. بس الحقيقه كان يعني اي واحد بيقابله صعوبات ووالدتك وقفت جنبك، واكيد هي سعيده باللي انت وصلتي له دلوقتي. الحمد لله لغايه دلوقتي وبتكلميها وبتروحي لها باستمرار. طبعا انا يوم الجمعه ده لو عندي ايه انا ما ينفعش اروح في اي حته يوم الجمعه لان اليوم بتاعها. يعني هتتفرج علينا هنا النهارده ان شاء الله وهتبقى سعيده اكيد. طبعا. طيب خلينا نتكلم عن بطوله جورجيا اللي جايه. خلينا نتكلم حته بقى مهنيه شويه. بطوله جورجيا دي مهمه ليكي ليه؟ مهمه ليا ان انا احسن الرانك بتاعي، ومهمه ليا لان هي اخر محطات التاهيل لاولمبياد طوكيو، من غيرها ما ينفعش اطلع طوكيو. ومهمه ليا برضو ان احنا بقى لنا كتير ما احتكيناكش، عايزه تشوفي ده وصلنا فين. طب ايه رايك، احنا معانا طبعا الدكتوره حياه خطاب رئيس اللجنه البرلمانيه أمي الثانيه، وطبعا بنقول لحضرتك اهلا وسهلا يا دكتوره. اهلا بيك. اهلا مش فاهمه انت طيبه يا دكتور. وانت طيبه يا فاطمه حبيبتي. حبيبتي دايما بصحه يا رب. طبعا شرف كبير ان يكون على راس طبعا اللجنه طبعا ام مصريه ورياضيه مصريه زي حضرتك، وبنوجه لك التحيه من قناه النادي الاهلي يا دكتوره. الف شكر. الف شكر. وقناه الاهلي دايما على فكره سباقة بأخبار الأبطال وأخبار. ودكتورة يمكن فاطمة معانا، فاطمة نموذج للأم طبعا. المصرية اللاعبة المصرية المجتهدة الدؤوبة اللي هي زي ما بيقولوا ميد إن إيجيبت. تحب تقول لها يا دكتورة؟ أحب أقول لها إن هي بطلة عظيمة وأنا بفتخر فيها في كل حتة ومشرفانا وأم عظيمة وإن شاء الله إن شاء الله ذهبية في طوكيو يا فاطمة. إن شاء الله إن شاء الله يا دكتور ربنا يسمع منك. أسطورة وبتقدري تحسي بتعرفي تتحدي المستحيل حبيبتي. إن شاء الله بدعواتك يا دكتور. إن شاء الله. وإحنا بننتهز الفرصة دي يا دكتورة ونقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة طبعا بمناسبة عيد الأم. وربنا يديك كل أم مصرية طيبة وكل بنات الأبطال البنات طيبين والأمهات طيبين وربنا يديهم كلهم الصحة والعافية يا رب. طب دكتورة كلمينا عن الاستعدادات طبعا لدورة طوكيو القادمة، أخبار الدنيا إيه؟ الدعم بتاع طبعا وزارة الشباب والرياضة، تخطيطاتكم إيه؟ طبعا إحنا الدعم بتاعنا إحنا طبعا الحمد لله إن إحنا جائحة الكورونا ما خلتناش غير إن إحنا وقفنا بس يعني يا دوب شهر مستأنفة. الأبطال بتوعي في معسكرات. احنا عندنا بطولات محليه شغاله وكمان بنستعد ان شاء الله للمحطات المهمه اللي هي بتاهلنا لطوكيو 2021. يعني ان شاء الله هيكون عندنا بطوله سباحه جايه في البرتغال وفي شيفل، عندنا بطوله رفع اثقال ان شاء الله في جورجيا،
عندنا بطولة ألعاب قوى لسه راجعين، يعني الحمد لله احنا أبطالنا مستعدين. إن شاء الله البعثة بتاعتنا هيكون فيها تقريبا 53 بطل وبطلة معانا، إن شاء الله ريشة طايرة بنت متأهلة، معانا بارا تايكوندو إن شاء الله متأهلين، معانا التنس طاولة، السباحة، ورفع الأثقال، وألعاب الفن. طب دكتوره، يمكن احنا في البطوله الاخيره ريو دي جانيرو حققنا كام ميداليه متنوعه؟ يعني 12 ميداليه. كام يا دكتوره؟ 12 ميداليه. 12 ميداليه. حضرتك اكيد مخططه هل هنحقق نفس العدد ولا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. واكيد ان شاء الله دكتوره نستاذن حضرتك على الهواء طبعا، حضرتك تشرفينا اكيد في يوم طبعاً. نعمل حلقه ونتكلم طبعا عن استعدادات حضرتك واستعدادات الدوله المصريه للبطوله البارالمبيه القادمه. دكتوره حياه خطاب، انا بوجه طبعا الشكر للدكتور اشرف صبحي على الدعم المادي والمعنوي، يعني هو بيدعم الابطال بتوعنا الحقيقه جامد جدا، وبيروح يزورهم في المعسكرات، بنعمل له تجميعات لكل الابطال، بيقعد معاهم بعد الانتخابات، بيقعد طبعا يشجعهم، وطبعا انا بشكره جدا من خلال البرنامج الجميل بتاعه. دكتوره حياه خطاب طبعا رئيس اللجنه البارالمبيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا ومزيد من التوفيق ان شاء الله. فاطمة، يمكن الوقت مر سريعا، وبس أنا يعني عايزك كده في دقيقة تقولي رسالة لكل أم. يعني أنت رحت قلتي محاضرة في اليابان، فطبعا من باب أولى، يعني إحنا أولى بيكي من اليابان. رسالة لكل أم بتقابلها صعوبات ظروف الحياة، تقولي لها إيه؟ طبعا أنا عايزة أقول لها يعني أي صعوبات تقابلك في حياتك اتفرجي علينا، يعني مش عليا انا لوحدي، مش على فاطمه عمر لوحدها، لا اتفرجي علينا، شوفي احنا زيك، احنا عندنا بيوت وعندنا اولاد وعندنا حياه اسريه، ومع ذلك برضو بننجح وبننجز والحمد لله، بنشرف بلدنا في كل حته. فانت لما هتتفرجي عليا هتحسي ان انت بتعمليش حاجه فعلا، انت هتلاقي نفسك يعني حاجه بسيطه جدا من التعب اللي احنا بنشوفه يعني. وبرضو عايزه اوجه رساله لكل ام عندها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، أرجوك أرجوك ما تدفنهوش في البيت، يعني خليه يطلع، سيبيه، عامليه على إنه هو إنسان سوي، ما تعاملهوش على هو إنسان عنده حاجة خاصة، عشان أنت بتضعفي شخصيته. بالعكس، لما تعامليه على إنه هو إنسان سوي هيطلع قوي الشخصية، هيطلع ينفع نفسه وينفع بلده، فأرجوك ما تدفنهوش في البيت. انا مش عارف اقول لك يا فاطمه بجد، انا لا ما عنديش كلام اقدر اقوله، انا واقف قدامك كلمات تعجز قدام كلامك بجد والله، يعني ما فيش كلمات اقدر اقولها غير انه ادعي لك، لانه الكلام يعجز ويقف عاجز امام ارادتك وقوتك، وان انت فعلا نموذج للسيده المصريه. الحمد لله، بشكرك شكرا جزيلا. انا عايزه يعني اشكر معالي الوزير اشرف صبحي، يعني بجد بجد من اعظم الوزراء اللي مسكت وزاره الشباب والرياضه، يعني ربنا يجزيه عني خير، يعني بجد حاجه جميله يعني. واحنا اكيد بنشكره مع حضرتك، لانه الدكتور اشرف صبحي يمكن من الوزراء القليلين المتخصصين في الرياضه، اللي هو اصلا يعني رياضه، ففاهم كويس قوي الالعاب دي وعارف ايه مشاكلها. بشكرك كابتن فاطمه عمر، نورتيني وشرفتيني. انا اللي بشكر حضرتك ان كنت معاك النهارده بجد، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل ام طيبه. حضرتك طيب. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع العظيمه الذهبيه فاطمه عمر. هنطلع لفاصل عشان نستقبل كابتن غاده حسام، احد النماذج الرياضيه الناجحه كلاعبه وكأم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حلقتنا النهارده بمناسبه عيد الام. طبعا برحب في البدايه بالكابتن غاده حسام، نجمه النادي الاهلي في كره اليد، وكمان حارس المرمى وام، بنقول لها كل سنه وانت طيبه. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك، عامل ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب، ومبروك على بطوله كاس مصر. الله يبارك في حضرتك. خلينا احنا عملنا تقرير كده عن رحلتك مع كره اليد، نشوفه كده وارجع ليكي تاني. تمام. اعزائي المشاهدين، عملنا تقرير من هي غاده حسام، نشوف التقرير ده لحضراتكم.
غادة حسام حارسة مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي وحامي حمى الشباك الأهلاوية وأحد قادة الفريق الأحمر خلال السنوات الماضية. استطاعت حسام أن تقود الشياطين الحمر مؤخرة للفوز ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 27-20 في اللقاء الذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. ونجحت حارسة عرين النسر الأهلاوي في التصدي ل 22 تسديدة لترجح كفة المارد الأحمر وتمنحه التتويج بأول ألقاب الموسم. وقدمت غادة حسام مستوى مميزا خلال مباريات الموسم الحالي بعد عودتها من الاعتزال عقب زواجها وإنجاب طفلها الأول يونس، وهو ما ساعد زملائها على اعتلاء صدارة الترتيب العام لجدول مسابقة دوري العمومي حتى الآن برصيد 89 نقطة. غادة حسام تمتلك العديد من الخبرات، حيث إنها شاركت مع منتخبنا الوطني للناشئات في البطولة الإفريقية ببوركينا فاسو 2011، ثم التحقت بمنتخب الكبار في البطولة الإفريقية والتي أقيمت بالمغرب 2012، كما حصلت مع النادي الأهلي على برونزية البطولة العربية في نسختي عامي 2013 و2015 والمركز الرابع في نسخة 2014. نجمتنا اليوم مميزة على جميع الأصعدة، فهي أم مثالية وحارسة مميزة وتمتلك شخصية قيادية، كما أنها حصلت العام الماضي على رسالة الماجستير من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان بعنوان البروفايل البدني والمهاري والنفسي لحارسات مرمى كرة اليد، وهو ما يعني أنها متميزة على كافة المناحي. ويأمل الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف في تعويض إخفاقات الموسم المنقضي والفوز بكل البطولات المحلية. اهلا بحضراتكم من جديد. في مقوله كده بتقول الناجح ناجح في كل حاجه، توفيق من عند ربنا طبعا، نعم بالله. بس انت بتاخد بالاسباب اكيد. وخليني ابتدي معاكي طبعا في البدايه تاني بقول لك كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيب. انت ام وما شاء الله درجه الماجستير الحمد لله، واللي اعرفه انه كمان زوجك مسافر. يعني مسؤوليات الاب والام انت بتقومي بيها، الكلام ده صح؟ دي حقيقه. طيب خلينا نتكلم، ابتديت ازاي؟ قصتك مع اليد كانت ازاي؟ يعني قصتي مع اليد، انا بدات في مدارس نادي الزمالك كبدايه اللعبه، انتقلت النادي الاهلي في 2010. دي بالنسبه لي كانت هي اول خطوه بقى في هاندبول، ان انا اطلع درجه اولى. طلعت سن قد ايه وانت عندك درجه اولى؟ طلعت وانا عندي سن 17 سنه. صغيره لسه. يعني انا اصلا اتخذت او رحت نادي الاهلي كان من تجمعات منتخب درجه اولى، كان يعني ترشيحات كانت كابتن شيماء عادل، كابتن فرقه ساعتها، هي ومي نصر اوشين اللي هي مدربه العام معانا دلوقتي. معانا، فهم اللي شافوني ورشحوني الكابتن اليوبي، كان ساعتها هو اللي كان مدير الفني. كان مين؟ كابتن اليوبي. وبعد كده بقى جيت النادي الاهلي، ودي كان بالنسبه لي اللي هو انا هلعب درجه اولى، هلعب مع ناس بالنسبه لي بجد هم ناس بتاعت هاندبول، فاهمين يعني ايه هاندبول. كمان اداره، مسؤوليات بقى هتكبر وحياه وعالم تاني خالص. فكان دي بالنسبه لي كانت بدايه مسيرتي يعني مع النادي الاهلي، وكان بدايه حلم كل حاجه بصراحه. طب انت لما جيتي للفريق الاول هنا كان في حارسات مرمى قبل منك؟ كانت في ندى مجدي، ندى اندريا بالنسبه لي هي مثل الاعلى، وهي برضو ليها عمود اساسي في اللي انا وصلت له. ايه بقى في ايه؟ هي طبعا كانت اكبر مني، كل خبراتها، هي من الشخصيات الكويسه جدا جدا جدا، ما بتبخلش على اي حد بمعلومه حتى لو هي في البوزيشن بتاعها. فدايما كانت بتقول لي زي ما تقول كده بهاريز بتاعت كل حاجه، تقول لي اقف ازاي، البوزيشن بتاعي ازاي، اركز في ايه، ما ركزت في ايه، ازاي اعرف افصل الحاجات دلوقتي اللي انا اوريدي بقيت بعلمها للاصغر مني. فهي كانت بالنسبه لي بصراحه هي اللي خلت احط رجلي في نادي الاهلي واوصل لده، مع طبعا مع توفيق من عند ربنا والمدربين اللي مرنوني يعني. اكيد. طب انا عارف ان جوزك عضو مجلس اداره اتحاد السلاح. صح، وهو صح. دلوقتي بقى منتخب بره مصر. صح. طيب يعني لما بيكون في روسيا، طب لما بيكون
يعني الجوز الزوج او الزوجه الاثنين رياضيين بيبقى الموضوع مختلف. اكيد بيبقى تربيه مختلفه وحياه الاسريه كمان بتبقى مختلفه، والفكر بيبقى كل حاجه ماشيه مفهومه. يعني لما باجي اعمل حاجه معينه ما بيبقاش بقى كلمه لا مش هينفع تفكري، لا بيبقى في دايما هو عارف ايه الاولويات وبنمشي عليها يعني. وكده بالتالي اللقاء ده ممكن يطلع لنا يونس بطل اولمبي ان شاء الله. يعني ان شاء الله هو يعني بابا بطل اولمبي، هو لعب اولمبيات مرتين، فان شاء الله يعني يونس يطلع بطل اولمبي بقى. لسه في رياضه ايه لسه محدش عارف. السلاح ولا اليد؟ السلاح ولا اليد لسه محدش بقى يعرف. طب خليني اتكلم عن بدايه ارتباطك وجوازك وقرار الخلفه وانت بتلعبي كأم، يعني قررت تبقي أم. كلميني عن التجربة دي وإزاي خدت القرار إنه لأ أنا مش هبطل حتى لو بقيت أم. كان قرار جوازي، أنا اتجوزت 2019 في 1/2019 كان في نص الموسم. كنت مكملنا إن أنا هكمل عادي هاندبول، مش هيبقى في توقف في حاجة يعني، وكملت الموسم عادي. حصل حوار الحمل دوت في بدايه موسم 2019 اللي هو الموسم اللي فات بالظبط. كده بدايه الموسم الرياضي ولا بدايه الموسم الرياضي؟ يعني اخر 2019. تمام. فساعتها كان كابتن ياسر صلاح هو اللي كان موجود، فكلمت معاه وقلت له ان انا مش هينفع اكمل يعني، وخلاص انا خلاص يعني هجيب بيبي وهعتزل وهكمل بقى حياتي الاسريه يعني. ودي الصوره من الفرح؟ دي صوره من الفرح كاتب الكتاب. ده حتى كابتن عمرو ووتر بول. كابتن عمرو ووتر بول هو جوز اختي. ايه ده؟ ده عيله. لا معلش رجعونا الصوره ثانيه يا جماعه كده عشان بس تعرفوا ان اللي واقفين في الصوره دول كلهم اللي على الشمال خالص لابس بدله سودا عمرو ممدوح، صح؟ ايوه صح. ودي اخت كابتن غاده حسام، وهو جوز اختك. ووتر بول مع سلاح مع هاند بول. لا احنا من مقسمين اثنين ونبقى لجنه اولمبيه لوحدينا، صح كده؟ وده الوالد؟ بابايا ومامتي. ما شاء الله، طبعا بتقولي لمامتي كل سنه طيبه النهارده. اكيد بقول لها كل سنه طيبه وربنا يخليكي ليا. طيب ودي صوره للعيله؟ دي صوره لفرقتي كلها. كلهم كانوا معاكي في الفرح طبعا؟ كلهم كانوا معايا في الفرح. بس شايف ما فيش كمامات طبعا، كان قبل الكورونا. لا ده الكلام ده كنا قبل الكورونا 2019 انتوا قلتوا. يعني محظوظه الحمد لله. الحمد لله عديتي من كورونا. طب خلينا نقول انه طبعا يونس يعني حملت في يونس يمكن في اخر 2019 فقلت هبطل. فقلت خلاص بقى هبطل وهستقر بقى في حياتي الاسريه، والرياضه بالنسبه لي بقى ممكن اكملها كمدربه. معلش انا اسف برضو بس صوره مهمه نعلق عليها. ده جوزك صح؟ ايوه دي كان ده جوزي. ودي كانت لا بس احنا ما قلناش اسمه لغايه دلوقتي. هو احمد نبيل. احمد نبيل صح كده. وهو لاعب سلاح ابي ما شاء الله، وهو عضو مجلس ده يونس. دلوقتي ده يونس. ما شاء الله شكلك. حد قال لي كده؟ ما شاء الله. لا خليني برضو يعني في صور تانية يا جماعه. طيب خلينا نتكلم على طبعا ان انت خدت قرار انه لا خلاص ما انا مش هينفع اكمل لاني طبعا. كلميني بقى عن اللحظه دي. فهو انا يعني خلاص يعني ده بص انا اتبسطت وزعلت في يعني كان مبسوطه وزعلانه. مبسوطه ان انا طبعا هبقى عندي بيبي وخلاص يعني الدنيا هتبقى كويسه، وفي نفس الوقت ابقى زعلانه ان انا هبطل حاجه انا بحبها وشايفه ان انا كنت لسه قدامي ان انا وقت. فساعتها يعني احمد بصراحه اتكلم معايا قال لي خلاص احنا ربنا يكرمنا ويونس يجي كويس وبتاع، وبعد كده لو الدنيا كويسه في النادي والكلام ده ممكن تنزلي ترجعي. فقلت له خلاص تمام، والحمد لله يونس جه. والسنه اللي فاتت الدروب اللي حصل مع الفرقه اداني استعداد ان انا ممكن ارجع، وكلمت بصراحه كابتن يحيى يعني هو يشكر عليا على الموضوع كله. هو اللي اتكلم معايا وجابني هو قال لي تعالي، وحكيت له على ظروفي وقلت له ان انا في اوقات كتير هيبقى متضارب مع التمرين عشان يونس وظروف يونس ومعسكر او الكلام ده كله. هو رحب بيه جدا، ما كانش عنده اي اعتراض خالص، وقال لي هنظبط كل حاجه مع بعض. فبصراحه هو يعني كان سبورت ليا في اول الموضوع، وهو اداني الدفعه ان انا يعني احس ان انا امشي في الاتجاه دوت. ان انا اول حاجه مش عايزه يبقى في مشكله بالنسبه لي مع النادي في ان هو او الكابتن يبقى حاسس ان في ان انا مقصره من حاجه. دي صوره في نهائي الكاس وكان يونس معاكي. دي كان اخر صوره ليا مع يونس في نهائي الكاس. اول ميداليه هياخدها يونس او ان شاء الله يونس تاخدها. طب قولي لي يعني انت بدات يعني يونس جه بالسلامه الحمد لله وعنده سنه وثلاث شهور دلوقتي. بداتي تتمرني امتى يعني بعد ما يونس وصل بالسلامه امتى؟
بالظبط كهاند بول كهاند بول شهر 7 معاهم من اول بدايه عوده نشاط رياضي. يعني تقريبا نتكلم في 6 شهور. يعني يونس كان عنده شهور برضو كان عنده 8 شهور كان عنده بالظبط 6 شهور. 6 شهور بدات تنزل التمرين. طب كان بيروح معاكي التمرين ولا كنت بتسيبيه لمامتك؟ هو يونس ما سابنيش ولا يوم في التمرين. كان بيجي يحضر التمرين عادي جدا وكل حاجه. بالظبط كده هو مع مامتي على طول يعني هي ملازماني بيجي يحضر معايا التمرين وهي بتاخده وتراعي يعني وقت فتره التمرين كلها. طيب لما بدات ترجعي التمرين وبنات طبعا معاكي في الفرقه شافوا طبعا بيتي ام وهم يعني كانوا بيساعدوك ازاي؟ هما كلهم بيبقوا عايزين يشيلوا يونس ويلعبوا يونس. لا يلعبوا معاه ده موضوع تاني. هما يعني كل اهتمامهم بيبقى بيونس بصراحه. وهما بداوا يهتموا ويشوفوني اللي هو انت بجد شاطره وان انت عملتي حاجه زي كده. وهما بيساعدوني بقى بان مثلا لما بقى مقصره او مش مركزه بيعادوا عليا الموضوع ده اللي هو ركزي مفيش مشكله عادي فتره وهتعدي يونس هيكبر او بيساعدوني بالظبط. هما بيدعموني قوي نفسي وحتى كمان لو في اي حاجه مثلا في الفرقه في حاجه مثلا ناقصاني بتاع طب خلاص احنا هنجيبها طب مش عارفه ايه طب روحي واحنا هنيجي بالظبط. ففرقتي بصراحه هي واقفه برده سبورت ليا في فكره التمرين وفكره معسكر في الحاجات دي كلها. هم حتى في ناس مثلا اوقات كنا بتبقى في التمرين مصابه فطب خلاص بقى سيبي طنط سيبي يونس احنا هناخد يونس نلعب معاه نخلي بالنا منه كده انت ركزي في التمرين. ركزي في بس التمرين بس انت ما خذلتهمش انت ما شاء الله لله. الماتش الزمالك 22 تسديده الحمد لله رقم كبير حتى في ماتشات الاولاد ما بيحصلش الرقم ده. والله يوم في الاول في الاخر كان تعب بالفرقه كلها ده دي صوره بابايا بابايا ماتش ال دي كان لا الصور ديت كان من موسم 2018 كانت كان قبل ما اعتزل ده في الماتش اللي ده في ماتش الزمالك تحمس الفرقه 22 تسديده رقم ما شاء الله يا بتهيألي اكيد ساعدتي فرقتك. اكيد ساعدتهم وهم ساعدوني يعني ساعدوكي بالدفاعات بالظبط يعني هم ساعدوني بالدفاع وساعدوني يعني الدعم انا بالنسبه لي كغادة الدعم النفسي اهم بكتير من طول ما انت بتدعم نفسيا وقادر هتلاقي نفسك جيت هتلاقي نفسك بدني حاضر ذهني حاضر كل حاجه بقت قدامك مفتوحه وان انت تقدر تكمل. ومع ذلك عملتي ماجستير وخدتيه وذاكرتي وما ادراك ما الماجستير ومذاكرته وانت ام ويعني ومتجوزه وكلميني برضو عن انت خاويه تفتحي نفسك 100 فتحه. والله انا يعني انا بحب الرياضه وشايفه ان انا عايزه اخدم الرياضه النسائيه او عامه في مصر يعني ان احنا نهتم شويه بالرياضه النسائيه. بالنسبه لي كان رساله الماجستير عن حراس المرمى يعني حاجه تخصصيه فكنت محضراها ان انا ابدا اشتغل كنت اشتغلت عليها وانا متجوزه وبدات بقى يعني ناقشتها وانا معايا يونس يعني كنت فترة الحمل بشتغل عليها بقى واجهزها واروح مثلا اطبع ورق واروح للدكتورة وامتحن واخلص الحاجات ديت وانا معايا يونس والحمد لله ناقشتها يعني. بصي انا بس انا سايبك تتكلمي وتستفيدي عشان انت بصراحة نموذج كمان يحتذى به بأمانة وبس خارجين ارجع لمربط الفرس مامتك اكيد ساعدتك احنا في عيد الام النهارده وزي ما احنا بنقول كل سنة طيبة اكيد بنقول لمامتك كل سنة طيبة لانها ساعدتك. كلميني عن دور مامتك. انا بصراحه يعني ما كنتش هعمل اي حاجه ولا هوصل لهنا غير لما هي كانت في ظهري. هي ساعدتني في كل حاجه من جواز الحمل قبل كده بقى لا ده اكيد بقى حاجات دي يعني يعني الحاجات ديت يعني بص يعني اي حد مش هيحس بيها طول ما هو عايش بس هتحس بدور امك قوي بقى لما تلاقي هي معاك في التمرين مع ابنك يعني مثلا زي النهارده رحت سبت لها يونس معلش بس يونس عشان عندي حاجه وجايه فهي دايما بصراحه هي بتساعدني وبابايا مش هنسى دور بابايا عشان طب ليه دمعتي؟ يعني ليه ده حاجه جميله ان انت بتتكلمي على مامتك يعني بتهيألي بتبقى يعني حاجه جميله بس انت افتكرتي لحظات اكيد دعم فطيب وسبت لها يونس والدعم كلميني برضو عن دعم مامتك. يعني انا الحمد لله يعني عيلتي بصراحه هي سبب اسباب ان انا هنا يعني. طب يا جماعه ممكن نطلع فاصل استاذنكم بس عشان غاده يمكن طبعا هي حلقه طبعا انسانيه ومشاعر كبيره جدا للام وطبعا والاسره نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني عشان نكمل كلامنا مع غاده حسام. اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع كابتن غاده حسام نجمه حراسه المرمى في نادي اهلي كره اليد وطبعا
احد يعني نقول ايه بس احد المكافحين واللي اثبتوا يعني دورهم بشكل كبير جدا جوه النادي الاهلي. غدا يمكن ارجع لك، دور الاسره بيبقى مهم جدا في حياه اي لاعب. ده حقيقي. بس محتاج نتكلم اكتر شويه عن رساله الماجستير. انت قلتي انت حابه يبقى في جزء اكاديمي في وتساعدي في مجال الرياضه. الماجستير بتاعك كان عن ايه؟ كان هو بعنوان البروفيل البدني والمهاري والنفسي لحارسات مرمى كرة اليد. كنت بتكلم يعني ان انا ازاي يبقى عندي مقومات اختيار حارس المرمى ما يبقاش عشوائي. من البداية كمان. يعني لما اجي اختار حارس مرمى اختاره عن طريق يعني معايير بدنية ونفسية ومهارية. وان انا مش هاخده بس كشكل وطول وان هو مهارات وخلاص. طب مين اللي كان اكيد في كل دراسه بتاخدي نماذج؟ النماذج كانت حارسات مرمى عمومي سيدات. كنت واخده ال 15 فرقه اللي كانوا في الدوري موسم 2018 2019 فعلا. كانوا عباره عن 58 حارسه. كنت بطبق عليهم في اوقات كنت بروح فيها وقت الماتش وفي اوقات فيها كنت بطبق وانا في الملعب يعني. وطبعا اغلب الوقت كنت بطبق على فرقتي يعني الحارسات اللي كانت معايا وكان معايا كمان فرقه الناشئين. طب ما خدتيش غدا حسام في الدراسه؟ اكيد خدتها. ولا غدا حسام بس هي اللي عملت الدراسه؟ لا 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 يعني كنت برضو بقيس على نفسي. امتى هنشوف منتخب مصر قوي؟ اول ما يبقى في فكره في الاتحاد ان في مكسب وخساره ودعم لينا سنه والثانيه والثالثه. طب انت شايفه لو في منتخب مصر اتعمل، انا عارف طبعا انهم ما بتتجمعوش او ما فيش يعني يمكن ناشئات شويه ساعات بيبقى ليكم بطولات بالظبط، ولكن على مستوى السيدات للاسف ما فيش منتخب. شايفين لو اتعمل منتخب عندنا مستوى نقدر ننافس بيه زي الريال؟ انت قولا واحدا. ايوه. ابسط حاجه كان منتخب 2000 منتخب 98 من سنتين حقق تاسع عالم ما شاء الله. منتخب لو تم رعايته بالظبط. وهم كانوا قالوا لهم ان انتوا هتبقوا البذره اللي هنحطها وهندعم بيها الدرجه الاولى عشان نحقق يعني وندخل ونجمع منتخب سيدات، وما حصلش حاجه من الحاجات دي. وبعديها حصل منتخب 2000 وبرده ما اتجمعش وما فيش اي حاجه حصلت. كان يعتبر اخر تجميع عمومي سيدات كانت 2016 وساعتها يعني كنا اتجمعنا ورحنا وخلاص ومفروض ما كملناش قبل قبل البطوله بشهر. قالوا لنا ساعتها كان الولاد خسروا. ايه الاسباب؟ كانوا الولاد خسروا الناشئين الشباب والناشئين خسروا، خدوا تونس خدت اول. فساعتها قالوا لنا لا احنا مش هنقدر، صدمات الاتحاد مش هيستحمل صدمات ثانيه فمش هينفع تكملوا. وبالتالي ما حصلش اي تجمعات ثانيه بعد كده رغم ان كان المنتخب دوت في 2016 كان من هيبقى من اقوى المنتخبات، ان هو كان مجمع اعمار سنيه مختلفه بخبرات مختلفه. كمان كان معاك اتنين هيبقوا محترفين اللي هي مروه عيد ورحاب جمعه. يعني كان عنده عناصر كويسه جدا. وكمان كان لسه زي ما بقول لحضرتك 98 ده كان لسه راجع ومحقق تاسع عالم، فعندهم ثقه لعبوا. فالموضوع كان هيبقى كويس غير ان انت تسيب الناس دي وتركنهم ما يلعبوش دولي سنتين ثلاث سنين اربع سنين وبعد كده تقول لهم طب تعالوا بقى نلعب تاني او نرجع تاني ندخل في دايره اللي هو دوري بطوله افريقيا او كاس عالم او الكلام ده كله. والله بدون صوتي يعني صوتك، واتمنى ان شاء الله اشوف منتخب يد للسيدات، خاصه ان احنا عندنا يعني في كره اليد من الامكانيات ان احنا نقدر يبقى عندنا منتخب قوي. طيب احنا عملنا اعزائي المشاهدين فيديو برضو زي ما عملنا للسيدات السلة والطايرة، عملنا لكرة اليد أيضا زي فيديو كده بيقولوا لأمهاتهم أو زمايل طبعا غادة بيقولوا لهم بيقولوا لأمهاتهم كل سنة وهم طيبين. خلينا نشوف الفيديو وارجع لكم. كل سنة وكل أم طيبة وبخير وبسعادة وصحة، ربنا يبارك لنا فيكم ويخليكم لينا. كل سنة وكل طيبين. وعد أم سعيد. كل سنة وكل أم مصرية طيبة. كل سنة وكل أم طيبة وبخير. كل سنة وكل أم مصرية بخير وبصحة وسعادة. كل سنة وأمهاتنا طيبين بمناسبة عيد الأم. كل سنة وكل أم طيبة. كل سنة وكل أم طيبة. كل سنة وكل أم طيبة. كل سنة وكل أمهاتنا طيبين في كل مكان. كل سنة وكل أم بخير. كل سنة وكل أمهاتنا طيبين وبخير. كل سنة وكل الأمهات طيبين. كل سنة وكل أم مصرية بخير. عيد أم سعيد. لطيفة لما يبقى يعني
انا شايفك بتضحكي وبتاع، فانت عارفه ظروف كل فيديو من ده. يعني دول كتاكيت خالص. طيب خلينا نتكلم عن لاعبات او لاعباتا مصر المحترفين بره، سواء مروة عيد او رحاب جمعه، والاثنين بيلعبوا في دوري جامد ومع فرق محترمه الدوري الفرنسي طبعا. شايفه التجربه دي ازاي؟ شايفه تجربه طبعا، يعني موضوع مروة طبعا يعني اتنين بجد ليهم احترامهم في كل حاجه، اتنين اشتغلوا على نفسهم تعبوا عشان يوصلوا لحاجه زي كده، كان عندهم حلم ووصلوا له، يمكن ناقصهم بقيه اكتمال حلمهم زي ما حضرتك قلت ان احنا نعمل منتخب. بس يعني انا شايفه ان اي بنت فعلا عندها حلم وتقدر تحققه، وان هي يعني مروة اشتغلت على نفسها وكان عندها هدف ووصلت له، ورحاب نفس الموضوع. خلي بالك برضو يعني عاشوا لعيبه مصريه في الخارج لوحدها فتره طبعا، يعني الموضوع بيبقى ضغوط عليهم طبعا كلغه عادات تانيه وتقاليد تانيه طبعا، يعني الموضوع بالنسبه لهم بالاول صعب، بس اللي بيخليهم برضو يعني زي ما قلت لحضرتك اللي دايما يقول لك لا انا عايز اقدر اكمل، هو حلمك انت شايفه قدامك، فانت لا انا هوصله رغم بقى لو اي حد قال لك حاجه مثلا يعني هبطتك، او مثلا ظروف وقفت قدامك او الكلام ده كله، بيبقى هدف كل اللي انت عايزه. ومروة ورحاب مامتهم برضو هي اللي وقفت جنبهم جامد اكيد. يعني طب انا عايزك تقولي الو بس جامد. الو جامد. الو الو يا ماما. ايوه لا ده الصوت لا يخطئ ابدا. طبعا معانا الاستاذه رفاء النحاس والده طبعا كابتن غاده حسام. في البدايه برحب بحضرتك وبقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وانت بصحه وسلامه، واهلا بحضرتك كمان. انا عايز اقول لحضرتك يعني انت كان ليكوا دور كبير جدا يعني مع غاده ان هي توصل لهذه المرحله، ومرت بصعاب كتير انت دعمتيها في هذه الصعاب. لا والله، يا كل ام اكيد بتعمل اكتر من اللي انا بعمله، يعني كل ام بتحب ولادها يكونوا في احسن مراكز واحسن ناس موجوده على وش الارض. يعني طب قولي لي من البدايه، من اول ما كنا بنلبس ونودي التمرين وناكل ونعمل الاكل في العربيه ونوصل، كلميني عن كلميني عن ال... 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 الرحله دي. لا هي الرحلة طبعا طويلة، بس يعني الحمد لله يعني ما كانوش متعبين زي الأولاد التانيين، يعني فالحمد لله كنا من مدرسة للتمرين للبيت نراجع ودروس والكلام ده أكتر من كده يعني، بس الحمد لله يعني كان في صعوبات شوية بس الحمد لله. طب هي كانت شقية وهي صغيرة ولا كانت يعني هادية كده؟ طب وليه كده طبعا؟ لا عايز الحقيقه، خلي بال حضرتك برضو يعني ما فيش احراج خالص، كانت شقيه وكده وبتاع ولا كانت هاديه؟ يعني لا هي كانت شقيه عن اختها خالص، يعني شقيه قولي له ماما مش مشكله، قولي له انا كنت شقيه ما تخافيش عادي. هي اعترفت حضرتك مش عايزه تقولي، برضو الام عماله تداري برضو مفيش فايده برضو. طب قولي لي بس، على فكره بيقولوا ان الولد او البنت لما بيكون شقي وصغير بيبقى ذكي، يعني بس ما يطلعوش على البيت يعني يطلع ما يطلعوش على البيت يعني. لا انا بص ردود حضرتك دبلوماسيه، وانا الحقيقه يعني شايف برضو يعني الام هنا عماله تدلع. لا انا عايز حضرتك تخش في الصميم وتتكلمي، خدي راحتك برضو. قولي لي يا ماما ان انا ما كنتش شاطره قوي في الدراسه عكس ساره، كنت بحب العب كتير، وبالنسبه لي كان التمرين اهم حاجه، ممكن ما اروحش درس وما اروحش المدرسه بس اروح التمرين، وكان عقابي ان انا ما اروحش النادي او ما اروحش التمرين. يا بابا كان اوقات كتير الكابتن يكلمه غدا ما جاتش ليه، لا غدا مش جايه النهارده، غدا متعاقبه عشان ما ذاكرتش كده. شفت الاعترافات دي حضرتك بقى على الهوا اهو. شفت؟ ايوه لا هي اعترفت يعني بكل حاجه. ايوه انا صريحه يعني النفس، هي بتعترف بنفسيها، انا ما اقدرش اقول حاجه زي كده طبعا. صريحه النفس انا. طب قولي لي يعني برضه انا عايزه يعني حته مهمه جدا نتوقف عندها، لما غدا بقت ام ويونس وصل بالسلامه وقلنا لا هنبطل هنلعب، كان راي حضرتك ايه؟ لا والله يعني انا يعني هي قالت هبطل وقلت لها ده قرار ليكي ولجوزك ده في اول حاجه، وبعد كده حسيت ان هي لا هي عايزه ترجع، قلت لها انا عايزه ترجعي انا في ظهرك، واللي انت عايزاه كله انا هعمله لك، واللي بايديا هعملها لك، يعني ابنك هيبقى معايا ما تقلقيش عليه، معسكرات تدريب اي حاجه انا معاكي. يعني
والحمد لله جابت نتيجة يا الحمد لله. طب لو ما ذاكرتش كده ممكن تعاقبيها ازاي دلوقتي؟ اخد منها عيوني. ده مش عقاب حضرتك، ده كده عشان تروح التمرين، انت كده بتساعديها. لا لا لا، هي دلوقتي ام وعارفه طبعا الاحساس الابن بالنسبه لها دلوقتي، لو خدته منها دلوقتي هتعمل ايه هي؟ طيب بس هي حضرت ماجستير وبتذاكر لوحديها، خلي بالك، واكيد في دكتوراه، هي مش محتاجه دلوقتي حد يقول لها تذاكر. لا ازاي برضه، لا اختها كانت دعم ليها وبتعمل معاها كل حاجه، بسم الله ما شاء الله عليهم هما الاثنين يعني. وساره معاها في نفس المجال برضه مش كده؟ ساره لسه حاليا بتحضر الدكتوراه بتاعتها، خلاص هتناقش يعني ربنا يسهل يعني. ما شاء الله. طبعا الاستاذه رفاهه النحاس والده طبعا كابتن غادة حسام، بشكرك وبقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. وانت بتحيا وسلامه وشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. يمكن قلت انت اعترفت، هي ما كانتش عايزه تقول. لا لا، يعني دبلوماسيه قوي، هي برضه بتخاف مني بس. ما بلاش كده، انت حره، هتبقى عايزه تروحي التمرين هتقول لك يونس معاكي، انت حره، هتبقى الدنيا كده. لا طيب خلينا اتكلم عن طموحاتك. انت كطبعا لاعبه ولاعيبه مميزه، والنادي الاهلي ما بيقبلش بالمركز الثاني، اكيد ليك عندك طموحات في الفتره اللي جايه. ان شاء الله يعني طموحاتي في الفتره الجايه كده خطوه خطوه، ناخد الدوري ومنطقه، دول بطولتين اللي فاضل لنا السنه دي. اول ان شاء الله يعني ما فيهاش السنه اللي فاتت تاخدوا مننا، فمش هنتنازل عنهم تاني، ده لكل الفرقه، والفرقه عارفه كده، من اكبر واحده لاصغر واحده. احنا فرطنا في حقنا السنه اللي فاتت، فمش هنفرط فيه السنه دي. ان شاء الله طموحاتنا برضو ان احنا يعني لو شاركنا في بطوله افريقيه، طبعا عارفه عشان يعني كورونا والكلام دوت. ده تتويجه ده تتويجه بتاعت كاس مصر، وكان كابتن بيبو كان موجود. إيه انتوا لما شفتوا كابتن محمود الخطيب في الملعب ماتشكوا قلتوا ايه؟ بصراحه انا هقول لك على حاجه، انا ما عرفتش ان الكابتن محمود موجود غير في الشوط الثاني لما كنا دخلنا جوه، وساعتها كابتن يحيى قال لنا انتوا لازم تفوقوا ولازم تركزي على اكتر من كده، كفايه ان رئيس النادي الاهلي جاي يدعمكم ويقول لكم ان احنا في ظهركم. فساعتها انا ما كنتش اعرف، وعرفت ساعتها، ولما طلعت بقى من الاوضه شفته، اللي هو طبعا اداني دفع اكبر ان انا يعني بالنسبه لي هو اول مره يجي يتفرج علينا، وطبعا احنا لازم نلعب كل حاجه. دعم معنوي قوي. يعني بالنسبه لنا كانت فرحه لينا بصراحه ان هو يبقى موجود، وان احنا يعني نبقى نتوج ببطوله الكاس، فكان ليها معاني كتير يعني. وخليني اقول لك برضو اللقطه اللي شفناها كابتن محمود الخطيب وهو بيسلم على لاعبات نادي الزمالك، ودي اخلاق طبعا كابتن محمود الخطيب يعني. شفت انت اللقطه دي؟ بس انت ما شفتهاش، انت شفتي في نص الشوط الثاني. انا انا ما يعني ما شفتش يعني، انا في حاجات كتير قوي ما شفتهاش يعني. يا دوبك دخلت الماتش وطلعت الماتش على يونس على طول. فين عشان يونس؟ كلنا تابعنا طبعا. يونس كان معاك في الملعب؟ يونس هو ورا، هتلاقيه ورا كده. فكرت ان هو فطبعا طيب يعني احنا في الدوري الاول، سبع نقط فرق. الحمد لله. ان شاء الله كده هناخده، بس هو هيبقى في السوبر اربع فرق هيتأهلوا ان شاء الله. ان شاء الله احنا عندنا نهايه الدور الثاني يوم الجمعه والسبت اللي جايين مع نادي سموحه والشمس. سموحه والشمس تمام. اخر ماتشين في الدور الثاني. اخر ماتشين في الدور الثاني ان شاء الله نكسبهم، وبعد كده هيطلع يترتب اول اربع فرق. بس كده كده احنا اول يعني ماتشين. احنا كده كده بالظبط، احنا كده كده هنلعب على المكسب. بالظبط، احنا يعني ان شاء الله نلعب على المكسب. هنطلع اول اربع فرق هيلعبوا بعض مجمعتين رايح جاي، وهيطلع منهم بطل الدوري. المجمعتين بس مرتبط ب 2004، نتائج 2004 يعني نتائج كل فرقه هتطلع 2004، برضه هيترتب اربع فرق منهم. واول اربع فرق هتبدا تدي نقط للدرجه الاولى. طب احنا 2004 بتوعنا عاملين ايه؟ سادس. طب بس ده يعني ما فيش مشكله، اكيد احنا الحمد لله محافظين على الاول، فعشان احنا كده كده مش عايزين يعني قصدي اقول لك ان انت الاساس بيساعد هو، ولكن الاساس بيبقى الفريق الاول. بالظبط صح، هو الاساس الفريق الاول، ويعني هو هيساعد 2004 هتساعد الناس اللي هي بتطلع يعني، مثلا زي سموحه والزمالك 2004 بتاعهم بينافسوا، هيديهم يعني هيديهم درجات ان هم او نقط يطلعوا بيها. بس انا سمعت ان الرابع ما اتحسمش الطيران. هو دلوقتي لحد دلوقتي زمالك طيران سموحه.
نفسه ولا لا؟ بيتنافسوا عليه. هل سموحه بعد ولا سموحه لسه في اللعبه؟ غالبا هيبقى بعد نتائج امبارح او بعد هيبقى الزمالك وطيران. هم هو يمكن لسه الجولتين الجايين دول اللي هيحددوا بشكل هيحددوا كبير من الرابع بالظبط. طيب ده بالنسبه للدوري خلاص ان شاء الله احنا اول. بالنسبه للسوبر ان شاء الله هنلعب دورتين مجمعتين، يعني هنلعب مجمع ست ماتشات. هنلعب ست ماتشات كل فرقه لعبها ماتشين بالظبط كده. طب وبطوله المنطقه؟ المنطقه خلاص فاضل لنا منها ماتشين، ماتش مع الزهور وماتش مع الشمس. تمام. الماتش هيبقى الثلاث اللي بعد الجاي اللي هو يوم 30، والماتش الفاينل يعني لسه ما اتحددش بس غالبا هيبقى الثلاث اللي بعده. طب غدا كلميني عن المحترفه سندس لما جت السنه دي، وانت بتضحكي طبعا لان طبعا اكيد يعني كلميني عنها. هي طبعا كانت ضيفتي هنا في حلقه من الحلقات. بعد مرور موسم كامل تقيمي ازاي سندس؟ طبعا يعني مش تقييم فني طبعا، ولكن تقييم كتجربه شخصيه. سندس بجد من الشخصيات الجميله جدا، وما خدتش يعني مش هقول لحضرتك مثلا خدت شهور او ما خدتش ايام عشان تتطبع مع الفرقه وتدخل جوه مود الفرقه وتفهمنا ونفهمها، ويعني حسيناها ان هي لا مننا يعني. يمكن عشان هي تونسيه ونفس الكالتشر ونفس ممكن، وفي نفس الوقت هي روحها جميله قوي يعني. هي هي روحها جميله وفكاهيه وبتحب تهزر وتضحك ومش بتزعل. حتى مثلا لما حد مثلا بيرخم عليها مثلا شويه كده ما بتزعلش، لا بتعادي لو بتجري في الهزار طيب ماشي. هي وبعدين شكلها اتفرجت على افلام مصر كتير. يعني حافظه. بصي خد بالك، هي الفكره الروح المصريه بتتاخد من الفن. طب معلش يا جماعه، يعني دي بعض من تسديداتك. يعني دي صعبه جدا الكره اللي بتبقى على الارض دي. هي كانت مشكلتها بس ان هي كانت عكس اتجاه جسمي، ولما طلعت جبتها كنت خايفه تطلع فوق بس راسي تدخل تاني. ودي برضو يعني ده كان فراد. كان بالنسبه لي الكره اللي هي اللي فاتت ديت كان فرق 4 وكنا ناقصين، فكنت لازم اجيبها عشان ما ناخد الكره ونهاجم بالظبط وما يبقاش في مشكله بقى ان يعني هم يعلوا علينا نفسيا. هو فريق الزمالك بصراحه من اللعيبه يعني مش فرق 4-5 وخلاص، لا هم بيلعبوا لاخر نفس. واحنا ما كنتش عايزه يحصل اللي احنا تدخل ناقصين نتوتر عايزين نكسب. احنا يعني دي كانت مشكلتنا مثلا، احنا بنركز زياده عن اللزوم فبنطلع بره التركيز. صحيح. وبنبقى مستعجلين على الفوز، يعني احنا طول عمرنا متعودين ان احنا نكسب. يمكن عشان تجربه السنه اللي فاتت بالظبط، احنا طول عمرنا متعودين ان احنا بنكسب. الحمد لله ربنا معانا في كل حاجه. السنه اللي فاتت لما حصل الدروب، السنه دي واحنا راجعين لا هو هيحصل زي المره اللي فاتت. فهم حد يعني هي بتبقى الفكره كلها ان انت مش عارف هو المشكله كانت فيا، طب المشكله كانت في ايه بالظبط؟ ما حدش بيبقى فاهم. محتاجين نبذل كل مجهود بالظبط، فبيبقى بالظبط كده. فاحنا كنا عايزين ال 60 دقيقه يخلصوا في اول دقيقه عشان نكسب. انت مدرك من كتر الضغط ان احنا عندنا. فالفكره كلها ان احنا عايزين نكسب بسرعه فبنفقد التركيز. بس عشان انتوا بنات النادي الاهلي، يعني خلي بالك برضو اي نادي تاني مش هيبقى عنده المشكله دي. هو اي نادي تاني بيبقى بينزل، حتى كمان لو حضرتك اتفرجت على اي ماتش تاني مثلا اي مثلا الزمالك، يعني مثلا الزمالك والطيران، الطيران كسبوا فرق 9، احنا مثلا كاسبين الطيران فرق مثلا كان 15 او كده، تعادلنا مع الزمالك في الدور الثاني. فالفكره كلها ان اي حد بيلعب قدام الاهلي بيلعب براحه، هو بيبقى ضامن ان انا يعني انا خلاص انا يعني بيبقى معنى صح ان خسران، فبلعب بايه بمزاجي بالظبط. صحيح. غير ان هو يلعب مع اي فرقه تانية بيبقى فيه ايه ضغط. احنا بيبقى عكس كده، احنا كل ماتش عندنا بيبقى عايزين نحقق تارجت معين محطوط لنا، فعايزين نعمله ونوصل له. وفي نفس الوقت احنا بالنسبه من الماتشات القويه مثلا زي الزمالك الشمس سبورتنج الكلام ده بيبقى ليها حسابات تانية معانا، ان احنا مثلا يعني مثلا زي الزمالك او زي الماتشين اللي جايين سموحه والشمس هما تحصيل حاصل، بس احنا بالنسبه لنا احنا هنقابل الفرقتين دول بالظبط، هنقابل الفرقتين دول بعد كده في السوبر وهنقابلهم مثلا يعني مثلا قابل فاينل الشمس. نفسي طبعا. فنفسيا بتفرق. صحيح. فعشان كده بنبقى دايما عايزين نركز ونكسب. غدا حسام بشكرك بجد والله، يعني انا سعيد جدا انت معايا النهارده، وكانت فرصه كويسه ان احنا نقول لك كل سنه وانت طيبه ونقول لك مبروك. طيب يا رب.
وطبعا غاده حسام نجمه حراسه مرمى النادي الاهلي كره اليد. نورتينا وشرفتينا. بحضرتك انا اكتر. ميرسي. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا السبيشال النهارده عشان عيد الام. كل سنه وكل ام مصريه بخير وطيبه وبسعاده ودائما ابدا هي نص المجتمع واكتر. انتظرونا بكره ان شاء الله، عندنا يوم مزدحم بالاحداث، عندنا مباراه ان شاء الله كره الطائره نادي الاهلي ونادي الزمالك، مباراه مهمه في نهايه الدور الاول هتقام على صاله المقاولين العرب وهتكون في تمام الساعه 6:00. هنطلع مع حضراتكم استوديو تحليلي من الخميس، هيكون معانا ان شاء الله مباراه كره السله الساعه 8:30 الاهلي وطرائق الجيش، هيكون من صاله الامير عبد الله الفيصل، وهنكون الساعه 7:30 في استوديو تحليلي او بعقب مباراه الكره الطائره. كل التوفيق لفرق النادي الاهلي بكره وكل الدعم ليهم. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا.